وزي كفن تبع الموجة. اليوم احنا في منظمة نقل في تطاوين من اجل امضاء اتفاقية شراكة مع بلدية تطاوين، ان شاء الله من خلالها باش نفهم اكثر مشروع يجمعنا كمجتمع مدني وكبلدية. المشروع باش يكون خلال فما دورة تكوينية لفريق العمل في البلدية، باش يكون كذلك في فما عمل مشترك على ارساء قيم التشاركية باش المواطنين يكون عندهم حصول على خدمات اكثر جودة من البلدية. فبالتالي اليوم ان شاء الله تكون بداية عمل مع البلدية، وكما نقولوا لدي الاتفاقية تكون هي حجر الأساس في عمل الدقوة بشارك عام الجاي. برشا خدمة نتصور لي برشا مسؤولية زادة، جزء من العمل اللي بتاعنا مش يكون موجه نحو مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، اللي تقول لي أكثر حاجة مقلقة توانسة الفلوس، علاقة الفلوس بالسياسة لك عليش مش حاول نخدم عليها. مراقبة يوم الاقتراع أكيد، لكن الجديد اليوم مراقبة الانترنت فيسبوك، خصوصا الحرب الافتراضية على فيسبوك بالمتشكل بشكل حالو على قد نخدم عليها المرة هذه نراقبوها، ويكون عندنا نوعا ما عمل أكثر عمق وأكثر أكاديمية في الناحية. اللي باش يصير باش نبسط شويه المنهجيه للسيد المستمعين، باش نقوموا به ان شاء الله هو انه كل فما علاقه زاد مع شركه فيسبوك اللي من خلالها قاعدين تكون عندنا مجموعه من خلقوا المزايا اللي باش ناخذوهم من خلالها. نجم نعرفوا شبكه العلاقات بين الصفحات، شكون موجود في تونس، شكون من برا، شكون اللي اخباره زائفه، شكون الصفحات قاعده تحاول تنشر الاخبار المغلوطه. لكن نحبوا نمشيوا له اكثر، لكن هي صعيبه حاليا، هي انه قاعدين نحاول نقنعوا شركه فيسبوك انها تقدم وتحط دولة تونسية كدولة ذات أولوية فيما يخص التمويل واستعمال التمويل على صفحة فيسبوك. فمع عديد الدول اللي هناك نوع من الشفافية على الحرب بتاع إشهار على فيسبوك، تونس ما هيش بين الدول هذي. واحد في محاولة لإقناع فيسبوك أنه يحط تونس في قائمة الدول هذي، وكيف نعرفوا من أنفق وكم أنفق، مش فقط تعرضك أنت في فيسبوك متاعك كبوبليسيتي سبونسر وكذا.